على بعد 514 كيلومترا من الأرض، هناك مركبة فضائية على وشك القيام بالمستحيل. المركبة روزيتا على وشك أن تلتقط مذنبا وترسل أحدهم إلى سطحه. ستحاول روزيتا أن تزرع فيلة في واحد من أكثر العناصر إبهاما في الفضاء. المذنبات هي صخور بحجم مدن من الجليد والغبار، وتجول في النظام الشمسي خلف الكواكب. ولكن في بعض الأحيان واحد من هذه المذنبات البعيدة ينتج مجموعات من المذنبات القريبة أكثر للأرض، وعندما تفعل ذلك فإنها تقدم عرضا مذهلا. إنها المذنبات التي نراها في السماء الليلية. سوف تلحق روزيتا بواحد من هؤلاء المسافرين الجليديين حالما تصبح نشطة في رحلتها حول الشمس. نحاول القيام بشيء فريد من نوعه في الفضاء. إنها واحدة من أكثر المهمات تحدياً والتي وددت أن أكون مشتركة فيها. يتحرك المذنب بسرعة 65 ألف كيلومتر في الساعة. في كل ثانية أطنان من الغاز والجليد والغبار تنفجر من على سطحه. الهبوط على سطح هذا الوحش مشروع ضخم. سوف نقوم بتقنية الخدش والشم على سطحه لكي نعرف مما يتكون هذا المذنب. إذا نجحوا فقد تجيب هذه المهمة عن واحد من أكبر الأسئلة في تاريخ البشرية: كيف بدأت الحياة على الأرض؟ باكتشاف هذا المذنب يمكننا حقا أن نأمل باكتشاف القصة الكاملة لأصل بناء الحياة. 2 1 انطلق. انطلقت روزيتا منذ 10 سنوات، ومهمتها هي أن تلاحق وتنزل مسباراً على مذنب. وبهدف الحفاظ على الطاقة، فقد تم وضعها في حالة سبات منذ 3 سنوات تقريباً. ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل أحد معها. أندريا أكوماتزو يترأس فريق طيران روزيتا، بشكل أساسي هو المسؤول عن إيصال روزيتا إلى المذنب بسلامة. نحن مقتنعون بأننا قمنا بكل ما يمكننا القيام به لكي تنجو هذه المركبة، ولكن هناك العديد من الأمور التي قد تحدث بشكل خاطئ. آخر إشارة من روزيتا تم استقبالها في يونيو عام 2011 على بعد 548 مليون كيلومتر من الأرض. باستعمال البيانات تنبأ أندريا وفريقه بأن روزيتا سوف تطير لمسافة 724 مليون كيلومتر لمنطقة بالقرب من مدار كوكب المشتري. هذه هي المرة الأولى التي نضع مسباراً على سطح مذنب. سنستخدم تقنية الخدش والشم على السطح لكي نحصل على بعض الأفكار الحقيقية حول ماهية المذنب. بالنسبة للتحديات التي واجهناها سابقاً في المهمات التي خضناها، أستطيع أن أقول أن روزيتا هي الخيار الصائب. تقدم روزيتا فرصة العمر لتجيب على بعض الأسئلة الأساسية: مما تصنع المذنبات؟ ما الذي يمكن أن تخبرنا به عن نظامنا الشمسي؟ إيجاد روزيتا هو تحد ضخم، فمركبة الفضاء ليست سوى بقعة صغيرة في الفضاء اللامتناهي، ونواتها المركزية ليست أكبر من سيارة عائلية، ولوحها الضوئي أقصر من شاحنتين مرتبطتين ببعضهما البعض. تملك روزيتا واحدة من أضخم لوحات الطاقة، لكنها لم تكن كبيرة بما فيه الكفاية لكي تشغل المركبة الفضائية بأمان عندما كنا بعيدين جدا عن الشمس، حيث كثافة الضوء تعادل فقط 4% من تلك التي نحصل عليها على سطح الأرض. بعد أن واجهتهم حالة مستحيلة، توصل الفريق إلى خطة محكمة. لحفظ الطاقة سوف يضعون روزيتا في حالة سبات. هذا يعني إيقاف معظم النظام الإلكتروني في روزيتا، مما يتضمن جهاز التوجيه، هذه الأداة التي كانت تبقيها متوجهة في الاتجاه الصحيح. كان يجب أن يكون المذنب كبيرا بما يكفي لكي تستطيع الهبوط عليه، وقريبا من الأرض لكي تصل إليه. اختار العلماء هذا المذنب،
المذنب تشوريوموف غاراسيمينكو، وهو مذنب ضخم بعرض 4 كيلومترات، وهو من المذنبات القديمة الباقية من ولادة النظام الشمسي. ولكن لدى هذا المذنب عائق أساسي وحيد، كان تماماً على حدود المسافة التي تستطيع روزيتا أن تسافر إليها. لكي تصل إليها كان على روزيتا أن تسافر لبعد 800 مليون كيلومتر من الشمس، أبعد من أي مكان وصلت إليه مركبة فضائية مسيرة بالطاقة الشمسية من قبل. الهبوط على مذنب مختلف عن الهبوط على كوكب أو القمر. جاذبية المذنب أقل بمئة ألف مرة من الأرض، لذا فهي ضعيفة، فإذا قفزت على سطح المذنب قد تطير في الفضاء الخارجي. الجاذبية الضعيفة تعني بأن روزيتا بإمكانها أن ترمي فيليه على بعد بضعة كيلومترات فوق المذنب. يدفع فيليه من خلف روزيتا بسرعة بضعة سنتيمترات في الثانية، وهي أقل سرعة من خطوات المشي، والجاذبية الضعيفة للمذنب ستسحب فيليه ببطء إلى السطح، سيستغرق الأمر ساعات. ولكن الجاذبية الضعيفة تشكل مشكلة عند الهبوط. إذن سنتوجه للأسفل نحو سطح المذنب ونهبط، ولكن الأمر لن ينتهي هنا. هناك جاذبية قليلة على المذنب التي وحتى عند المشي ببطء سوف تجعلنا نثب عن السطح ولن ننجح، لذا يجب أن نجد طريقة لنؤمن أنفسنا حتى السطح. أمضى مصممو فيليه سنوات لتطوير نظام فريد لكي يمنعه من الارتداد عن المذنب والطيران في الفضاء. أقدامه الثلاثة تعمل مثل ممتص للصدمة، مجبرة المسبار على الثبات. بعض الأجزاء قد تكون مثل الجليد، ولكن أيضا هناك مناطق مفروشة بالحصى أو ربما بمادة غبارية. حالما تأخذ بعين الاعتبار الجاذبية الضعيفة على سطح الجسم نفسه، فهذا الشعور سيكون مختلفا على المذنب، سيكون غريبا تماما، سيكون أشبه بحفر سحابة من الحصى، حيث هذا الشيء مقيد على شكل غير محكم بالجاذبية. المناطق الغبارية والحصوية ليست مثل أي شيء اختبرناه على الأرض، فإذا هبط فيلي على واحد من هذه المناطق عندها قد لا تعمل اللوالب الجليدية. لحسن الحظ لدى فيلي خطة احتياطية، رمحان من نحاس بيريليوم سيؤمنان فيلي على السطح مع حبل قوي، ولكن هذين الرمحين مصممان أيضا من أجل الجليد. قائد فريق الهبوط الدكتور ستيفن أولوميك يريد أن يختبر الرمحين في بناء معزول من الحبيبات الذي ربما يكون أقرب شيء للسحابة الحصوية والذي يمكن إنتاجه في جاذبية الأرض. سيكون أمرا مثيرا للاهتمام أن نعلم أن رمح المرساة الذي تم تصميمه للجليد من أجل مادة أكثر صلابة سوف يعطي النتيجة نفسها على هذه الحبيبات، على هذه المادة التي تشبه الزغب. الرمحان سوف يتم إطلاقهما على أقفاص خشبية ضخمة مملوءة بهذه المادة. أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن نسحب الرمح عندما نريد أن نشد المسبار إلى الأرض، لذا إنه أمر مثير. إذا كانت ناعمة سوف تعطي مقاومة كافية، وهكذا سنستطيع تثبيت المسبار على السطح. تماماً مثل الرماح على فيلي، متفجر يزن 300 جرام سوف ينفجر خلف المسمار، دافعاً إياه خارج الحجرة بسرعة 324 كيلومتراً في الساعة. حسناً، لنقم بذلك. أجل، هيا. إذا لم تثبت الرماح، فإن احتمال ألا يؤمن فيلي نفسه على سطح المذنب سوف ينخفض. 3 2 1 0. حبل الرماح يسحب بقوة 15 نيوتن، إنها تقريبا نفس القوة التي تستخدم لسحب الحاجبة الفينيسية. الرماح لم تثبت، ثم سحبت للخلف حوالي 10 سنتيمترات.
لقد ثبتت. أجل. أجل. أحسنتم. كان هذا رائعا. أجل. سنزيل الآن الغبار بواسطة المكنسة الكهربائية لكي نرى الرمح كما هو عندما رسه. سبب نجاح الرمح هو شعبة المرساة التي طولها 7 سنتيمترات والتي امتدت عندما سحب الرمح للخلف عبر المادة اللينة. إضافة شرائط بسيطة من المعدن لتصميم الرماح قد ينقذ مهمة فيلي. ولكنهم سيكتشفون ذلك فقط عندما يهبطون. بالنسبة إلي لم يكن هناك أي موقع جيد، كان علينا اختيار الموقع الأقل سوءا. هذا كل ما يمكنني أن أقوله عن الموقع الذي اخترناه. إنه خطر، ربما لن ينجح، ولكننا سنقوم بأفضل ما عندنا. الأخطار قد تكون مرتفعة، ولكن كذلك أيضا المكافآت. إذا استطاعوا أن يؤمنوا في ليل سطح المذنب، عندها يمكن لمجموعة آلاته أن تعمل. سوف تصور روليس السطح. كونسرت سوف تمسح البناء الداخلي للمذنب. SD2 الحفارة سوف تحفر مادة المذنب الأصلية لعمق 23 سنتيمترا تحت القشرة، وبعدها تعطي عينة لواحدة من أهم الآلات، وهو مخبر أوتوماتيكي مخبأ داخل غلاف فيلي يسمى كوساك. بعد عامين من السبات ربما تتوجه روزيتا في اتجاهات أخرى، لذا فعندما يتوقف الدوران لن تعلم أين هي. يجب على روزيتا أن تعلم أين هي وتكتشف أين هي الأرض، وبعدها يجب أن توجه الهوائية باتجاه الأرض. ومن أجل القيام بذلك فهي بحاجة لكي تفتح عيونها الإلكترونية. متعقبات النجوم هي عبارة عن كاميرات صغيرة يتم توجيهها نحو السماء وتلتقط صورا للنجوم وتقارنها مع البيانات التي تحملها في لوحها، ومن خلال ذلك تستطيع أن تكتشف أين هي. عندها يمكنها أن توجه نفسها مع الهوائي باتجاه الأرض وأن ترسل الإشارة التي ننتظرها والتي ستقول فيها أنا مستيقظة. الحادي والعشرون من يناير عام 2014 تسافر روزيتا عبر الفضاء الخارجي للنظام الشمسي على بعد 9 ملايين كيلومتر من المذنب تشوريوموف غراسيمينكو. خلال 10 سنوات من تاريخ إطلاق روزيتا، مهمات فضائية أخرى نقلت ما نعرفه عن المذنبات. يتحرك المذنب بسرعة 100,000 كيلومتر في الساعة، وهذه أسرع ب1,000 مرة من قذيفة المدفع. أيمكنك أن تتخيل أن تهبط على قذيفة مدفع؟ هذا هو التحدي. الطريقة الأأمن للنزول على المذنب هي الطيران إلى جانبه بنفس السرعة. بدلا من جعل هذا المذنب يطير بسرعة أمامنا، يجب أن نحاول مجاراته، ومن ثم سنضع المسبار على السطح وكل شيء سيكون بخير. عندما أقلعت روزيتا لم تكن تملك السرعة الكافية لكي تسافر مباشرة نحو المذنب، لذا كان يتوجب عليها أن تقوم بسلسلة من مناورات خاصة لزيادة السرعة تسمى مساعدات الجاذبية أو المقلاع. الأولى كانت حول الأرض. تحلق روزيتا في مدارها حول الشمس والأرض، تلحق بها من الخلف وتمسك بها بواسطة جاذبيتها. قوى الجاذبية الأرضية القوية تمسك بروزيتا وتدفع بالمركبة في الفضاء مثل حجر في مقلاع. إنها تدفع روزيتا في سرعة عالية وفي مسار جديد. هذا ما زاد من سرعة روزيتا إلى 108,000 كيلومتر في الساعة. قام مهندسو الطيران بتنسيق 3 دفعات أخرى لروزيتا، وهي مرتان إضافيتان حول الأرض وواحدة حول المريخ. أخيراً في عام 2011 كانت روزيتا في هدفها للحاق بالمذنب تشوريوموف غيراسيمينكو. أول مركبة فضائية تطابق سرعة المذنب. لقد نجحنا. هذا إنجاز رائع. أحسنتم.
الآن روزيتا على بعد 1,930,000 كيلومتر من المذنب تشوريومول جيراسيمينكو. يرشد فريق الطيران روزيتا لكي تلحق بالمذنب. وصلت الرسالة. كاميرات الملاحة في روزيتا تتفحص السماء. نقطة صغيرة واحدة أصبحت مرئية. الأنباء عن شكل المذنب الغريب جذبت انتباه الصحافة من حول العالم. تجمعوا في مركز التحكم بروزيتا. اليوم سوف تلتقي روزيتا مع المذنب تشوريوموف جيراسيمينكو. بعد رحلة مسافتها 6 بلايين كيلومتر، فإن فريق الطيران على وشك وضع روزيتا في المدار، فقط على ارتفاع 100 كيلومتر فوق المذنب. سيلفيان، لو سمحت قل الكلمات الشهيرة. نحن على المذنب. أجل. لقد صنعنا التاريخ اليوم. إننا في نفس المدار مع المذنب حول الشمس، لذا فإننا نلتقي للمرة الأولى. الأمر ليس سيئا. كاميرا روزيتا حصلت الآن على رؤية أولية لواحدة من عجائب المجموعات الشمسية. رأس المذنب يمتدان لمسافة أكثر من 4 كيلومترات. ياقته أعرض من مبنى إمباير ستيت، موضوعين فوق بعضهما البعض. ألقي نظرة على هذا الشيء، إنه مذهل. يوجد هنا براكين وجبال وسخانات. فقط الطبيعة الديناميكية لهذا الشيء هو أمر مذهل فعلا. ولكن البيانات التي تصل تلتقط شيئا آخر. لقد أصبح المذنب ناشطا، تحول إلى كتلة عنيفة متفجرة من الغاز والغبار والجليد. الاكتشاف الأهم تم من قبل الكاميرا العلمية الرئيسية في روزيتا وهي أوسايريس. قد نكون قد بدأنا عملية علمية. أول شيء دخل في المدى كان الكاميرا العلمية أوسايريس. بدأنا نرى الصور الأولى للمذنب. التقطت الكاميرا جسما كرويا من الغبار والجليد حول المذنب. لكي أكون صادقا معك، إنها ليست ملاحظة طفيفة، إنها أضخم مما توقعنا. لديها امتداد واضح حوله هذا الظل. إنها بداية ما نسميه ذؤابة المذنب أو الغلاف الخارجي. ذؤابة المذنب هذه قد فاجأت علماء روزيتا. ولكن في البداية يجب على روزيتا أن تتمكن من إيصال فيلي بنجاح. انفجارات تشوريوموف جيراسيمينكو أصبحت أكثر قوة، وفي أي لحظة قد يثور. إذا كان هناك ثوران ضخم فيجب علينا أن نتعامل معه. إذا حدث ذلك، وآمل ألا يحدث، فإن ذؤابة المذنب ستؤثر على المركبة الفضائية. مشكلة أخرى، وهي ألا تستطيع روزيتا أن تطلق فيلي في البقعة الصحيحة. موقع روزيتا غير معلوم بدقة، وبشكل واضح إذا لم نعلم أين هي روزيتا تماما لن نستطيع أن نوجه المسار المنحني للقذيفة نحو سطح المذنب بشكل صحيح. إذا قذف فيلي بقوة قد يهبط في حقل للصخور، وإذا قذف بضعف قد يصطدم بالصدوع العميقة. حتى لو كان فيلي موجها نحو الهدف، سيكون هناك خطر أن يصطدم بواحدة من الصخور في منطقة الهبوط وينقلب، ولن يستطيع أن يكمل المهمة العلمية. الخطر الأكبر للمسبار هو مرحلة الهبوط. إذا هبط على جرف أو صخرة، عندها لن يكون هناك شيء يمكننا القيام به. ولكن إذا حققت هذه المهمة الجريئة التي تبعد 480 مليون كيلومتر على الأرض ما يبدو مستحيلاً، وأمنت المسبار على سطح المذنب، عندها يمكن لمركبة فضائية صغيرة أن تجيب على واحد من أضخم الأحاجي في تاريخ البشرية: كيف وجدت الحياة على الأرض؟
نحن نحاول القيام بشيء فريد في عالم الطيران في الفضاء، وهو شيء ليس فقط عن الهندسة والتكنولوجيا والأخطار، ولكنه يملك احتمال أن يفتح آفاقا جديدة لفهمنا عن مصدر الحياة.